السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم محمد جايتي في فيديو جديد إن شاء الله. بإذن الله سوف نقدم في هذا الفيديو المنصة الجديدة Learn to Code. كيف كتعرفوا أن هذه المنصة خاصة بتقديم كورسات ودروس متعلقة في البرمجة وبصفة عامة بالمعلومات. دونك ما عليكم إلا الالتحاق بهذا المنصة عبر التسجيل عبر نقر على هذا الزر register now. دونك لا بلاتفورم ديالنا كتمنح طلبة بتحصيل مجموعة من التقنيات او اكتساب مجموعة من المهارات اللي تخولهم انهم يدخلوا سوق الشغل بكل سهولة. كيف كتعرفوا اننا كنطرحوا دروس متعلقة بالبرمجة خاصة بالنيو ديفلوبرز وبيان خاصة بالمطورين الخبيرين اللي بغاو يديروا ريفرين ميموري وبيان الناس اللي بغاو يلتحقوا بمجموعة من الشركات المتعلقة بالبرمجة وخاصة الكور الخاصة بالانترفيو بريبريشن. دونك على بركة الله كيف كتعرفوا ان ليرن تو كود غادي تطرح ان شاء الله باذن الله دروس متعلقه بالتكنولوجيات الحديثه كرياكت جي اس نوت جي اس انجولار فيو جي اس ولكن بطريقه مختلفه عن الدروس المطروحه في في في, في السوق. دونك عندنا مجموعه من اللغات كتايب سكريبت جافا سكريبت جافا دونك اللغات الاساسيه اللي كيحتاجها اي مبرمج وايضا الفريم وركات الاساسيه اللي غيستعملها اي مبرمج في تطوير التطبيقات. دونك ان شاء الله باذن الله غادي نطرحوا درس جديد متعلق بكيفيه انشاء ساس بروجكت ان شاء الله سيكون قريبا على منصتنا Learn to Code. ما عليكم الا الانضمام الينا والاشتراك عبر هذه المنصه. كيف كتعرفوا معكم محمد جايتي فوتر فورماتور في هذه البلاتفورم. دونك جايتي محمد اي تي سوليوشن انجينير اند ترينر. دونك جو ترافاي بور لو مومون شي اورانج بزنس سيرفيس وعندي لا بلاتفورم aussi méga codine avec d'autres projets avec d'autres collaborateurs et la chaîne YouTube li معروفه جايتي محمد avec 4 ans ديال l'expérience et plus autant que web developer and coach. Donc ما عليكم الا الاشتراك في المنصه ونقر على الروابط التي نخلها لكم إن شاء الله بإذن الله في أسفل أو في الوصف هذا الفيديو. وأي واحد بغى ينضم إلينا ما عليه إلا التحاق بLearn to Code سيتعلم أشياء كثيرة. بالنسبة للناس اللي بغاو يطوروا محتويات أو محتوى خاص بالبرمجة ما عليهم إلا انضمام إلى هذا الرابط Become a Teacher. سوف يجدون فورمولار donc fill out the form to register. دونك ما عليهم الا انهم يدخلوا المعلومات الاساسيه في هذا الفورمولير ويديروا لا سوبيسيون وان شاء الله باذن الله سوف نقوم بدراسه المعلومات وسوف نجيب الكونديتور ديال هذا الشخص هذا اللي بغى يطرح دروس عبر Learn to Code. دونك ما عليكم الان الا الانضمام للالتحاق بصفوف الطلبه اللي بغاو يتعلموا اشياء كثيره حول البرمجه والمعلومات بصفه عامه. السلام عليكم.